عزيزي المشاهد، النهارده الحقيقه هنتكلم عن موضوع هام جدا، هو موضوع السمنه او البدانه المفرطه. الحقيقه السمنه دي موضوع مهم جدا، لازم نحذر فيه ان السمنه ليها اعراض جانبيه خطيره جدا، وكلنا يمكن يعرف معظمها. ممكن تؤدي الى الاصابه ببول السكري، وممكن تؤدي الى الاصابه بدمور العصب البصري، ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم نتيجه لتصلب الشرايين وتراكم الكوليسترول وغيرها. ممكن السمنه تؤدي الى العقم، ودي حاجه معروفه جدا للسلطه الطبيه بالنسبه للذكور والاناث. ممكن السمنه تؤدي الى مضاعفات خطيره جدا زي السبحه الصدريه وزياده نسبه الكوليسترول. احذر السمنه، ولازم علشان تعالج السمنه يكون في مخك ثلاث طرق. الخط الاول هو النظام الغذائي، لازم تكون عارف ان في بعض الادويه اللي هتتناولها زي مثلا الادويه اللي بتحتوي على اللحوم اللي هي بتكون مثلا اللحم البتلو او اللحوم الاسماك المبططه اللي هي بتكون خاليه اساسا من الدهون، واللي هي اساسا بتكون يا اما مشويه يا اما مسلوقه. لكن ايضا عليك انك تحضر مثلا بالنسبه للغذاء حاجات تتعلق زي العيش، زي الرز، زي المكرونه، زي الاسماك الملفوفه او الاسماك المستديره اللي هي زي البوري وغيرها مع اطيب تمنياتي.